وصل العمل في مجسر ساحة النسور والذي يربط بين شارع الجواهري وشارع دمشق إلى مراحل متقدمة. تم إنجاز جميع الركائز وجميع قبعات الركائز وجميع الأعمدة، بالإضافة لأنه تمت المباشرة بأعمال نصب الروافد. تم نصب 5 فضاءات وبواقع 16 رافدة لكل فضاء، والعمل يجري تباعا على نصب باقي الروافد الأخرى. استمرار العمل في حفر الأنفاق. النفق الأول والذي يربط بين شارع الأردن وشارع القادسية تم صب 17 مقطع من أرضية وجدران، والعمل مستمر على صب باقي المقاطع الأخرى. وفيما يخص النفق رقم 4 فكذلك استمرار حفر النفق، استمرار أعمال صب أرضية وجدران النفق، وكذلك النفق رقم 5، والعمل يجري في الأنفاق بصورة متوازية. أسبوع بعد أسبوع يعني التقدم كبير في العمل، 3 شفتات وعلى مدار الساعة وبدون توقف، عطل جمعة ماكو، كلها أعمال.